جهاز البنكي الجزائري جهاز كبير جدا بالنسبة للمغرب العربي، فيه بنوك، 6 بنوك قومية قوية جدا، لكن أي حاجة وأي بنك معناها يلزمها تتطور ويلزم تتطور ويلزمها تواكب التطورات وسيرتو في الانفورماتيك. وإحنا كسوليسيون اللي هي سبيسياليزي في الداتا، وإحنا معناها حلمنا سيكو ندخلوا الجهاز البنكي الجزائري، نبداو بانكا معناها بنك جزائري، وهذا الهدف متاعنا الكبير. وحاجه ثانيه نحب نقولها، اللي احنا نشعر بروحنا في بلادنا معناها ما عندناش حتى مشكله كيما تونس كيما الجزائر، وان شاء الله معناها انا معناها متفائل اللي معناها باش نخدموا مع بعضنا في شتى المجالات، الشراكه التونسيه الجزائريه في المجال المصرفي. ثم معناها زوز تجارب مختلفه تونسيه وجزائريه، وقت تقولوا زوج تجارب مختلفه معناها كان يحكيوا مع بعضهم ياخذوا الباهي والخايب، معناها ياخذوا الباهي من بعضهم. انا خدمت 25 سنه في بنكة تونسيه، دونك نعرف الجهاز البنكي التونسي. الجهاز البنكي الجزائري فيه بنوك اقوى على خاطر الجزائر بلاد اقوى واكبر، لكن معناها احنا توا قبل كل شيء الوحده تبدا بشويه بشويه، لكن نطمحوا باش يولي عمله وحيده بين تونس والجزائر، خاطر نفس البلاد ونجيو لبعضنا وكذا، معناها ان شاء الله في يخدموا البنوك المركزيه، زوز بنوك المركزيه بين تونس والجزائر على معناها وحده عمله كيما في اوروبا خدموا على اللوغو. مي حتى نوصلوا للهدف هذايا نبداو بالبنوك يتعاملوا مع بعضها ونشوفوا. احنا تو مثلا خدمنا مع بنوك تونسيه، نحبوا نخدموا مع بنوك جزائريه، وتقع هذايا التشارك بين